السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي المشاهدين عاملين ايه؟ طبعا رمضان على الابواب، كل سنة وانتم طيبين. اللهم بارك الله رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. طبعا عملتكم الخيار وان شاء الله الليمون باذن الله هينزل ان شاء الله، وطلبوا مني البصل. بصوا يا حبيبة قلبي، البصل اهو كمية بصل اللي انت عايزاها بقى، انا اجيب كمية وانت تضعف براحتك واديك الطريقة. بصي البصل دون الكيلو منه باتنين جنيه ونص، دول كمية حدود 2 كيلو ب5 جنيه. تمام، هنحتاج ايه بقى؟ جزرتين مبشورين كده، سنة معلقة هريسة، الملح حسب ما تعوزي. طبعا ندوق ونشوف الحوض ونشوف نظبط الدنيا يعني ايه في الحوض. حبة البركة طبعا متعودين، معلقة السكر والكمادة حافظة. هعمل ايه دلوقتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا غالية كاتل قبل الهوا قبل ما اصور. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل ايه دلوقتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بقى بسم الله الرحمن الرحيم بالميه السخنه كده، بسم الله على البصل كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقتين ايه؟ بسم الله الملح كده. انا بعمل خطه الميه السخنه دي يا جماعه والملح عشان خاطر لما اجي اقشره يا جماعه يبقى سلس معاكي في الايه، في التقشير. تمام، هي دي بس الخطوه الايه المطلوبه مني. تمام، هسيبه بقى لحد الميه ما تبرد خالص واغطيه كده اهو. الميه مغليه يا جماعه اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. هسيبه كده اهو، ولما يبرد خالص خالص هنقشره ونعبيه مع بعض ان شاء الله. بردت خلاص اهي. بصي القشره، بصي بتتشال بسهوله ازاي عشان خاطر الميه السخنه ومعلقتين الملح. بص هنعمل ايه دلوقتي؟ هيبقى فيه سهوله دلوقتي. بصي هنقشر اهو البصل اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. بصي اهو طلع بسهولة ازاي القشرة شايفة هناك واحدة كمان، وبعدين بقشر الكمية دي كلها وبعدين برجع لكم. بصي بصي بسهولة خالص لان المية السخنة دبلت القشرة بتاعت الايه، بتاعت البصل افصلها. بصي حتى هي تشيل من غير السكينة اهي، شايفة اهي، شايفة، واشيل الجزء ده كده. تمام كده برضو كده اهو. هخلص بقى الكمية دي اقشرها وشوف نعمل ايه. بص يا حبيبة قلبي انا خلاص قشرت الكمية كلها اهي، وشطفت البصل. تمام، هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب البطرمان كده بسم الله الرحمن الرحيم، هعبي الايه البصل بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دول 2 كيلو ب5 جنيه، يبقى اكيد موفرين جدا، لان البصل يا جماعة بعد سفرة رمضان يبقى ايه طعمه حلو وجميل، ويبقى غالي مكلف، وعلى الاقل واهم حاجه تبقى نضيف. صعبتها بايدك ومظبطها. تمام صعبتها في البطرمان اهو. بصي عايزه بقى انا ايه موشين اهو، اديتك الكميه وانت ايه تكتري براحتك. انا بقى دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم هجيب شفشق ميه كده. طبعا كنت قايل لك في المخلات كلها ما تحطش ايه خل، الخل ايه بيهري الحاجه وبيعدمها. تمام الرحيم، نحط الاول هنا ايه، نحط معلقه السكر عشان دي ماده حافظه اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كنت قايل لك ايه، اللي ماسك كيلو البصل او اي كيلو مخلل بياخده من معلقتين ونص لثلاثه ممسوحين من دول، وبرده ايه تدوقي برده بسم الله الرحمن الرحيم اهو. انا هي هعمل ايه دول 2 كيلو اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. مش بالمعيار انا بعمل يا جماعه، بدوق بسم الله الرحمن الرحيم، بدوق واشوف لو عايز بديله ايه ملح بتاعه. تمام هقلبه وارجع لكم. حطيت الملح اللي هو اللي انا ودقته، لقيته ايه ده الحوض المظبوط بالنسبه ليا. ماشي اديتك المعيار وبراحتك انت. هعمل ايه دلوقتي؟ دول معلقتين هريسه مع قرن فلفل. عايز تحطي بقى سبايسي براحتك، انا ايه يعني مظبطه ايه سبايسي على ايه على بارد. تمام كميه الجزر، بده منظر جميل جدا يا جماعه، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. يبقى التاتش بتاع موشين حبه البركه كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، بده منظر برضه حلو قوي اهو. هنزل بقى بسم الله الرحمن الرحيم بالميه بتاعتي، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. لازم يا جماعه الميه ايه تغطي الايه المخل، اي مخل اللي عندك لازم الميه تغطي ايه المخل بتاعك. تمام بسم الله الرحمن الرحيم اهو. اقلب بقى كده، بصوا المنظر بقى يا جماعه، اللهم صل على النبي. بصوا الارعى والاجمل، بصوا حبيب قلبي المنظر اهو. وتقولي جاهز ولا مش جاهز؟ بتاع المحلات. هعمل ايه دلوقتي بقى؟ طبعا متعودين تركه الموقشين طبعا ده في اخر الايه الفيديو، اللي هو الورق اللي هو اللورة ده ورق الغردة بيبقى ايه كمادة حافظة اهو. احطه كده فوق ايه، فوق البطرمان كده اهو. تمام
بص بقى المنظر والجمال اهو. بص يا حبيب قلبي اهو، ان شاء الله باذن الله نشوفكم ان شاء الله بعد اسبوعين ان شاء الله، كان في عمر بقيه ان شاء الله، ونفتحه مع بعض وتستنى عيلتك الاحلى مخلل باذن الله بصل ايدهم وشين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بص يا حبيب قلبي رجعت لكم اهو تاني. بصوا البصل دون، بصوا بقى المنظر الجميل بقى، بصوا عامل ازاي. بصوا يا حبيب قلبي عامل ازاي ما شاء الله، بصوا الجمال. طبعا يا حبيب قلبي هو خد ما شاء الله خد فوق ال 25 يوم، سيبته براحته، انا ما حطيتش فيه خل ولا حطيت فيه حاجه عشان ايه ما تهريش منك. نشوف بقى الدنيا فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بص احسن بتاع بره. بص مش عارفه اطلعه بالمغرفه صاحب قلبي، انا هون طلعته اهو. بصوا ما شاء الله، بصوا اهو الجزر اهون، والفلفل الاحمر حطيته لكم، والورق اللورة والحبة البركه، الريحه بقى جميله جدا. وانت عايزه بقى دلوقتي تحط عليه حبه خل مفيش مشاكل. بس هو ده الشكل النهائي للبصل المخلل. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش في اللايك والشير عشان يوصلك مني كل جديد. وكونوا طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.